ألقيت كلمة قدام الأمير: إنه شرف الوقوف أمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز. فاحتفاء توقعت بنات راح يصيرون مرة ممتازين، وفجأة على أول ما يجيب صار مرة ممتازين وأحبهم كثير. وأنتوا بعد سجل واحد، أنتوا بعد أفضل استعراض لا تشبهني. هذا كذب 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 أنت تعلمين، لن يجلس أحد لا أحد فلما تكذبين. ما في أحد من الفرقة يقرب لي، حسيت إني فرحانة. قالت أختي راح تدخلين 5 أضواف، فجأة زي كذا طردهم مرة زي كذا. إيه عارفة سالي، إيه ودي ألعب معهم سالي. أكثر فيديو أحبه من 5 أضواء لا تشبهوني، وفي فخذين وحبين نملة. أكثر لون أحبه اللي هو بو أزرق، لأن أزرق مرة باتح ويعجبك، خلي زي كذا كل الدنيا تصير باقة، يعني زي اللمبة تصير بيضة. مفاجأة ما أقدر أقولها، مفاجأة.